أعزائي المشاهدين، أعزائي مشاهدي قناة مصر البلد الفضائية، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أسرار البلد. حلقة اليوم ننقلها لكم من محافظة سوهاج، وبالتحديد من منطقة الكوثر الصناعية، وهي أقدم المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية. طبعا كان لابد أن نتجول داخل المنطقة لبحث المشاكل والمعوقات التي تعوق المستثمرين داخل هذه المنطقة الصناعية العريقة. وغدا إن شاء الله، يعني في تكملة الحلقة غدا، سيكون لقاء مفتوح مع المستثمرين ومع رئيس الهيئة العامة للاستثمار لعرض هذه المشاكل بحرية وبواقعية لهذا الحوار. اليوم أو هذه نبدأ الحوار مع الحاج رمضان محمد عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مصانع رمضان للصناعات المعدنية. أهلا بك حاج رمضان. أهلا بكم، كل سنة وحاج طيب. صحة وسلامة. احنا يعني جينا لقيناكم يعني الحمد لله بخير، واطمنا عليكم الحمد لله. الله فيك، احنا سعداء بوصولكم. الله يكرمك، ان شاء الله يكون الزيارة مثمرة وتؤتي نتائج كويسة بإذن الله. ان شاء الله. كلمنا عن مصنع رمضان للصناعات المعدنية، انتكوا ايه وشغلكوا عبارة عن ايه؟ احنا استلمنا الارض في 1997 وعملنا الاجراءات بخطط للانتاج، والحمد لله انتجنا في 2000. 2000 بدأ المنتج بتاعنا، كان مصنعنا الوحيد في مصر اللي بينتج البراويطة. براويطه، يعني اول مصنع ينتج البراويطه في مصر. وحتى الان احنا بنديكم تحيه، ويعني ان انتوا كنتوا اول مصنع ينتج هذه المنتج اللي هو مهم جدا للمقاولين. نعم. كانت البدايه نعمل ايه؟ عايزين نعمل حاجه للبلد. صحيح. فنعمل ايه؟ فبحثنا في الانشطه في البلد. وكان في تشجيع للاستثمار في ذاك الوقت، ومنها تسليم أراضي بالمجان تخصيصها للمستثمرين. وبالتالي
أخذنا قطعة أرض بس بعد تخطيط مننا إيه اللي هننفذوه. بحثنا عن المنتجات اللي هي ممكن تكون محتاجينها في البلد. فلقينا منتجات مستوردة هي اللي موجودة في البلد، من ضمنها البراويطة اللي هي العربية اليد الصغيرة. تمام. فبدأنا الإنتاج لله الحمد والشكر بجزء من البراويطة. تم الاستغناء عن جزء كبير من المستورد ذاك الوقت، إلى أن أتممنا جميع مراحل تصنيع البراويطة في 2005. يعني نقدر نقول أنها صناعة سوهاجية 100%. 100%. 100%. تمام. والحمد لله خدنا مكانة في السوق نتيجة للجودة بتاعتنا والاهتمام بالعاملين عندنا. الحمد لله وصلنا لمرحلة 2005 كان المنتج كامل على مستوى مصر كلها. انتاجنا مغطي من أسوان لغاية اسكندرية، وكمان عندنا تصدير برا مصر ان شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. هل لكن وفي عندنا احنا مصنعنا عبارة عن مصانع. تمام. في مصانع اخرى داخل المصنع. عبارة عن ايه؟ مصنع مفصلات ومصنع الاساس المعدني واساس الفروفورجي والاساس الطبي والاساس المكتبي. كل ده حاجات متطوره مع جداً. العصر ومع يعني اعتقد ان الكمبيوتر لدور كبير في التصميم طبعاً. عندكم طبعاً, طبعا طبعا طبعا. وبدانا خطوه خطوه، ما بداناش كل المصانع ديات مع بعضها في وقت واحد. لا، بدانا خطوه الاولانيه اللي هي الانتاج العربه اليدويه مع المفصلات. تمام. وكان كامل انتاج المفصلات للتصدير، ما بعناش منه داخل مصر لانه عايز كواليتي عالي، وما كانش في ذاك الوقت مقبول الكواليتي العالي ده هنا في مصر. بس مثال المفصلات انواع واسعار بتوصل يعني لغايه احنا تخصصنا في منتج واحد اللي هو المفصلات للابواب الحديديه وليست الابواب الخشبيه. لا الخشبيه لا، تمام، حديديه فقط لا غير. على اساس طبيعه شغلك برضه حديديه. تمام. يعني احنا اساسا صناعات معدنيه معدنيه من ضها هي اساس الحديد. تمام تمام. اكتفينا ذاتيا بكامل المعدات بتاعتنا في 2005 وطلع المنتج تمام لغاية 2011. في 2011 بدأنا نعاني من الاستيراد للبراويطة. مواد الخام. المواد الخام كانت الحمد لله ميسرة، وكنا نجيب مواد خام من بلجيكا ومن سلوفاكيا، وبعدين طلع لحد شركة حديد الصلب وعانينا معاهم لغاية ما وصلنا للكواليتي اللي احنا عايزينه يعني. جميل جميل. وأصبح فيما بعد متوفر داخل مصر الخام. تمام. في 2011 بدأنا نعاني من استيراد الأجزاء للمنتج. المنتج بتاعنا بيفكك طبعا، وطالما انه يفكك فالبند الجمركي للمنتج التام 30%، والبند الجمركي للمنتج المفكك للأجزاء بيسموها أجزاء 5%. فأصبح التجار بيجيبوا مفكك طبعا، وهو بيجمع هنا هو. وحتى التاجر المستورد ما لا يعاني من شيء طبعا، لا عمالة ولا تصنيع ولا كهرباء ولا أي حاجة بيشتري المنتج وبيبيعه قبل ما يوصله. صحيح. بيكون بايع. صحيح. والتاجر اللي بعد منه بيجمع، أو في النهاية المستهلك النهائي هو اللي بيجمع. أنتم متضررين من ذلك. متضررين جدا. وكتبنا كتير لكل الجهات. ما خلينا جهة في مصر اللي ما كتبنا لها. هل الدولة مش منتبهة؟ ده مش عندها طلعت قرارات. طلعت قرارات آخرها منشور 32 لسنة 18. تمام. وتم التأكيد على كافة المنافذ الجمركية بإنفاذ قرار رئيس الجمهورية وإنفاذ القوانين إن الجزء يعامل ككل. جميل. ومع ذلك لا حياة لمن تنادي، وإلى الآن بنعاني. كتبنا لكل الجهات بما فيها التهرب الجمركي، وبما فيها مجلس الوزراء، وبما فيها هيئة الرقابة الإدارية أخيرا، وكل ده وما فيش نتيجة. حتى يعني التوك توك الملعون برضه بتستخدم نفس الطريقة، بيجي أجزاء. نعم. وبيتم تجميعه في مصر
وبرضه بيتباع بسعر ده اعلى. ده السؤال اللي الواحد بيساله لنفسه، لمصلحه من يحرم الاقتصاد المصري من 25% من الجمرك؟ صحيح صحيح. ويطلع ب 5%، لمين ال 5%؟ اللي تاجر ما عندوش اي عباء، بينما انا مصنع عندي عماله وعندي كهرباء وعندي مصاريف وعندي ضرائب وعندي رسوم وعندي اعباء كتيره، ومفروض انا اشجع. طب الدوله شجعتنا وادتنا ارض وادتنا وعملنا مصنع وطلع المصنع منتجه هائل جدا والكواليتي بتاعه عالي، طيب ليه بقى ما ندعمش؟ احنا مش عايزين فلوس صحيح ندعم بيها، لا احنا عايزين قرارات تطلع القرار ما ينفذش. طب الرساله اللي تحب توجهها وحضرتك الكاميرا قدامك للرئيس السيسي بتقول له ايه بخصوص هذه الجزئيات؟ طالما ان منتج بيصنع داخل مصر يحمى. كيف يحمى؟ يحمى بانه ما يدخلش المستورد الا اذا كان منتج تام، لكن يدخل على هيئه اجزاء دي مشكله كبيره، مش عندنا احنا بس على فكره، على الكوالين واللمبات وحاجات كل ما يدخل في اجزاء فهو يعني خراب للاقتصاد، ضياع، ده مدمر للاقتصاد. طبعا مدمر للاقتصاد. الاقتصاد بقى بنشجع المستثمرين وبنقول البلد بتنمو وفي قرارات كويسه بتطلع من الدوله، ومع ذلك في التنفيذ مفيش. طب ايه اللي حضرتك يعني اللي عايزينه بقى؟ ان الناس دي تتحاسب، لو تاجر من التجار المستوردين اتحاسب على انه ده تهرب جمركي، محدش هينفذ تاني بعد. صحيح صحيح. وتراقب الجهات الرقابيه المفروض تراقب ذلك. طبعا. عدد العماله هنا في مصنع رمضان للصناعات المعدنيه قد ايه؟ 43 عامل. يعني في برضه قوه كبيره طبعًا. بتشتغل طبعًا. ويعني عندها برضه يمكن حرام ان احنا نحرم. في الوقت الحاضر احنا شغالين ورديه واحده، لكن في بعض الاوقات كنا نشتغل ثلاث ورديات. اشتغلنا نظرا لهذه الظروف. يعني نظرا للظروف دي قللنا الانتاج طبعا. عندنا دلوقتي بضاعه موجوده مصنعه مكدسه وكل ده يعني حاجه براس مال موجود نايم. صحيح صحيح. المفروض الاقتصاد بتاعنا يتحرك بان نحمى من المستورد. تمام. زائد ان في مصانع تانية مش عليا انا، مصانع تانية بتشتغل تحت السلم، ما لهاش اي اعباء، لا ضرائب ولا 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 ولا، بتنافس المصانع اللي هي المعروفه اللي هي مرخصه. المفروض دي برضه تراعى. مصانع عبير السلم مش عندي انا. انا يعني برضه بوجه رساله، لان انا عملت حلقه قبل كده عن مصانع عبير السلم، اتمنى من الجهات الرقابيه ملاحقه هؤلاء، لان دول قنبله موقوته بتدمر الاقتصاد المصري. هل دي هي المشكله الوحيده؟ انا كنت قبل الفاصل شايفك يعني في حاله غضب ومتضايق، في موضوع شغل دماغك، يا ترى ايه تاني؟ لا والله هو الموضوع ده اساسي، لان انا في رقبتي الناس دي كلها. صحيح. والناس دي عايزه تعيش، والناس دي كانوا شباب صغيرين واتجوزوا وفتحوا بيوت وانا مسؤول عنهم. طبعا طبعا انا مسؤول عنهم دلوقتي في ان انا اعيشهم واستمر معاهم مرتباتهم وطبعا وفي ظل الغلاء اللي احنا عايشين فيه الايام دي. صحيح. المفروض هم برضه ايه يستمروا ان شاء الله. مش انا اقف وهم هيقفوا، لو انا وقفت هم هيقفوا. صحيح. طيب ده موضوع تاني. اخبار الضرايب ايه معك؟ ايوه موضوع الضرايب، بكل اسف الضرايب يعني تعتبر عبء، لكن هي حق للدولة، عشان برضه ما ننكرش، لا ننكر حق للدولة ان اي مشروع عليه انه يساهم ما عندناش مشاكل في ذلك، ويساهم في ان يدعم الدولة طبعا، ما عندناش اي شك فيه. صحيح. بس الطرق اللي بينفذ بها الضرائب طرق صعبة تخلي المستثمر يهرب، تخلي المستثمر ما يرخصش مصنعه ويرخص ويعمل حاجة تحت السلم. صحيح. صحيح. انا اقول بندفع ضريبه تمغه وضريبه ارباح تجاريه وصناعيه وضريبه كسب عمل وضريبه قيمه مضافه وضريبه عقاريه وضريبه ارباح تجاريه وصناعيه، ست انواع من الضرائب بندفعهم، والست دول هم تابعين مصالحهم، مصلحه مصلحه مصلحه، وكل مصلحه وزاره الماليه بعد كده تابعين لوزاره الماليه كلهم. ليه انا ما ادمجش كل الضرائب دي كلها؟ صحيح. وتاخدها الحكومه من المنبع.
صح من البدايه. صحيح. البدايه لاي منتج في البلد. ماده خام. الماده الخام قد تكون مستورده وقد تكون محليه. منه الدوله عايزه مثلا ما يوازي 20% 30% 40% 50% في النهايه من المستثمرين، خلاص انا احطهم على الماده الاولانيه بكده، على الماده الخام الاولانيه اللي استخدمها المصنع وخدتها حصلتها الدوله، واسيب الناس تشتغل. صحيح. يشتغل كتير يشتغل قليل الله يسهل له. صح. في النهايه العبء وقع في النهايه على المستهلك النهائي. صحيح. صحيح. ولا ما حدش هيدفع حاجه من جيبه بعد كده، هو لا مش هطالب التاجر الصغير ولا التاجر الكبير، مش هطالبه باي حاجه، يا تاخد الحكومه من المنبع. صحيح. من الخامه الاصليه. تمام. زائد ان الاعباء الكتيره اللي على المصانع تكبل. عندنا رسوم نظافه وعندنا سجل تجاري كهربا. سجل تجاري وسجل صناعي. طب انا مصنع ليه اعمل سجل تجاري وسجل صناعي؟ لا يكفيني واحد. صحيح. طيب وفي اتحاد صناعات وغرفه تجاريه، الغرفه التجاريه للتجاريين طبعا للتجار واتحاد الصناعات للصناعيين. انا حضرتك صناعي. الاثنين مع بعض ليه؟ ادفع هنا وادفع هنا وادفع في كل الحاجات دي. صحيح. طب ما دي برضه اعباء على المشروع، يخلي اي واحد يتهرب وما يعملش منشأة صناعية رسمية. صحيح. رسمية ويشتغل بقى تحت السلم ويشتغل أي حاجة وبأي كواليتي وبأي نظام وكل ده. لو احنا عملنا الضريبة الموحدة دي هتخلي البلد تنتعش إن شاء الله. والدولة حصلت من المنبع كل اللي هي عايزاه، حقيقية الحقيقي اللي حقيقي عايزاه. صحيح. وبالتالي شجعنا الناس انها تشتغل وتشتغل في الضوء ما طبعًا. تشتغلش في الظلام. صحيح. صحيح. فدي المشكله اللي نتمنى ان الدوله تبحثها وان شاء الله تعمل ضريبه موحده ان شاء الله. رساله اخيره بتحب توجهها للمسؤولين في مصر، وتفضل بوشك يعني الكاميرا قدامك، بتقول لهم ايه؟ والله المسؤولين في مصر طبعا كقيادات نحييهم على المجهود اللي بيبذل في البلد، وده حق البلد عليهم وعلينا ان احنا كلنا يد واحدة وكلنا نعمل من اجل مصر. وبالتالي لما تصدر قرارات نتمنى ان القرارات تكون سريعة والقرارات تنفذ من الجهات التنفيذية. اذا نفذت القرارات من الجهات التنفيذية يبقى ما فيش مشاكل بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. بنشكر حضرتك. ألف شكر لحضرتك. أعزائي المشاهدين، بنستكمل الحوار ومع مستثمر آخر ومشاكل أخرى مختلفة بعد الفصل. شركات الأهرام، الاسم الكبير في عالم القطاع البلاستيك في مصر والعالم العربي.
لدينا حلول مبتكرة للجودة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وآخر ما توصل إليه علم الطباعة والتغليف في العالم. فاصل. وطبعا زي ما شفنا السلبيات كتير، لكن كان لابد ان احنا نشوف الكوب كامل، يعني النص الفارغ والنص المليان. احنا يعني معانا ايجابيات كتير برض في المنطقة الصناعية، يعني عشان برض ما نبخسش حق الحكومة وحق الدولة في انها بتشتغل، بتعمل شبكة طرق، بتقدم العديد من الخدمات. فكان لابد أن نلتقي بالدكتور هاني حليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام للبلاستيك. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. كل سنة سعادتك طيب. وحضرتك طيب. ونحن يعني دايما بنتكلم عن سلبيات والإعلام، زي ما أنت عارف سعادتك، يعني في بعض الناس بتعمل فرح على السلبيات لكن ما بتنظهرش الإيجابيات اللي بتعملها الدولة، وده برضه بعض الناس
بتنتقد يقول لك لا حضرتك من بداية الكلام يمكن بنسألك عن مجموعة الأهرام للبلاستيك دي نشأت امتى وظروفها ايه؟ والله احنا مجموعة شركات ابتدينا العمل واحنا كنا انا واخواتي في سنة 1990 جميل من 28 سنة ابتدينا كمشروع صغير في شبرا الخيمة في القاهرة وبعدين لما جم عملوا منطقة صناعية في حي الكوثر قلنا نرجع لموطننا الأصلي جميل وجينا ابتدينا الشغل في أوائل سنة 1995 في بداية إنشاء المنطقة الصناعية كنا من أوائل الناس والمصنع الأهرام كان أول شركة لينا هنا في سوهاج وبدأت الإنتاج في 97 جميل ومن يومها لغايه النهارده احنا شغالين وشركه الاهرام بقى في شركه شقيقه اسمها شركه الروماني للبلاستيك نبني في مصنعين تحت الانشاء في المنطقه الصناعيه حاليا وعندنا شركه حورس للاستيراد والتصدير والنقل الداخلي جميل واحنا ماشيين طول الفترات اللي فاتت شغالين بننمو طبعا بتقابلنا مشاكل كتير وياما قابلنا طبعا صعوبات طبعا لكن في المجمل احنا بنتعامل والنهاردة احنا لينا تواجد مهم في الاقتصاد في محافظة سوهاج وفي مصر عموما الحمد لله. الإدارة حضرتك يعني انا بحط رقم 1 و2 و3 اعتقد الإدارة هي رقم 1 في نجاح اي مشروع ولا رأي حضرتك ايه؟ طبعا بالتأكيد لازم يبقى في رؤية من الاول انت عايز ايه ورايح فين وبناء عليه بتبقى ايه طبيعة الادارة المناسبة لمرحلة لكل مرحلة من مراحل صحيح. البيزنس صحيح. احنا لو احنا بندير الشغل واحنا في حجم رأس مال صغير وحجم اعمال صغير وطبيعة بيزنس صغير بنديره بنفسنا غير لما الشغل بقى حجم الاعمال توسع. بقى متوسط فعايز ادارة مختلفة أكبر. دلوقتي احنا مجموعة شركات فطبيعي جدا بنغير في شكل الادارة وفي طبيعة البرامج الإدارية المختلفة لأن من غير إدارة كفء أنت بتنفخ في قربة مقطوعة صحيح يعني بتفشل صحيح والنتائج هتبقى كارثية صحيح مجموعة الأهرام للبلاستيك نقدر نقول عدد العمالة قد إيه؟ حاليا العمالة الثابتة حوالي 400 موظف في مجموعة الشركات طبعا وفي عماله موسميه وعماله غير مباشره قدهم مرتين ثلاثه كتير جدا بتعاملوا عماله غير مباشره الرساله اللي حضرتك يعني بتوجهها يمكن لي حضرتك شفت منتدى الشباب من يومين وشفت الرئيس وشفت الشكل الجميل حوالي 5000 سفير من كل دول العالم جم مصر راي حضرتك في المنتدى ده ايه طبعا ده حاجه عظيمه راجل اعمال وبيزنس وشغلك اللي بتشهده مصر في المرحلة دي احنا في مرحلة تغير جوهري اللي شايفنا صح شايفنا من بره للأسف صحيح. احنا من جوه مش شايفين الموقف بصورة كاملة صحيح يعني احنا في مشاكل طبعا في مشاكل في صعوبات في تمن بيدفع في تمن بيدفع صحيح وتمن مش سهل لكن النتيجة اللي انا شايفها ان احنا ان شاء الله في طريق يوم ورا يوم وسنه ورا سنه احنا رايحين لحته كويسه جدا ان شاء الله في 2020 زي ما وعدنا الرئيس ان شاء الله 2020 الاول وبعدين 2030 هيكون برضه البرنامج كله يعني بس باذن الله المرحله الاولى بإذن يعني الله. ان شاء الله سعادتك لو يعني كنت مكان الرئيس في الظروف اللي يعني انت كاداري هنا بتدير منظومه واعتقد عندك بعض المشاكل والمتاعب بتنصح زمايلك هنا في حي الكوثر لو حد عنده مثلا مشاكل يبتدي يحلها ازاي او يمشي ازاي فيها هو اول حاجة لازم الشخص او البيزنس مان او حتى الانسان العادي يبقى صريح مع نفسه صحيح. يواجه نفسه صحيح. يعني ما يرميش مشكلته على الظروف ومشكلته على الاخرين هو عمل ايه اول خطوة لحل اي مشكلة صحيح التعامل مع اي ظروف صح انا فين واواجه نفسي المشاكل اللي جوايا انا تحديدا مش المشاكل اللي عند الاخرين صحيح لما ابتدي اصلح انا في نفسي
ابتدي اشوف بقى المشاكل الاخرى اللي بتاثر عليا اتعامل معها ازاي. لكن طول ما انا دايما شايف ان الاخرين او الظروف او المجتمع هو السبب في كل مشاكلي يبقى مفيش فايده، مكاني مش هتحرك، يبقى صحيح. مفيش فايده صحيح. في كل وقت احنا عندنا مشاكل طبعا، احنا مش في الجنة طبعا طبعا، في كل وقت عندنا مشاكل وتحديات إدارية وبيروقراطية واقتصادية وحاجات متعلقة بالعمالة الفنية والعمالة الكفاءات الإدارية طبعاً. والتمويل كل ده المشاكل لا تنتهي صحيح. لكن مش معنى كده ان احنا نقعد بقى هنقف في مكاننا، لا نشكي في ظروفنا واحنا واقفين طبعا. التراخيص وحضرتك عندك مصانع تحت الانشاء، هل في عقبات بتواجهك وانت بتيجي ترخص مصنع جديد دلوقتي في ظل الظروف وتوحيد الشباك الواحد ولا يعني ميسره؟ الشباك الواحد ده مش موجود غير على الجرايد بس، على احنا بنسمع عنه بس، عندنا شبابيك كتير خالص، احنا شبابيك مفتوحه كتير جدا يعني. دي مشكله بصراحه، نتمنى نشوفها في يوم من الايام. اتمنى اشوف موضوع الشباك الواحد ده حقيقه عمليه، مش مش عنوان في جريده او مجله او لا عندنا مشاكل بيروقراطيه كبيره جدا في تخصيص الاراضي وفي تعديلات عقود الشركات وفي تغييرات الشكل القانوني للشركات، اللي هو كلام ما ينفعش. صحيح صحيح. انا لو مستثمر غريب وجاي ضيف عايز اعمل بيزنس في مشكله كبيره جدا، في مشكله كبيره ولازم تتحل نواجهها. صحيح. من وجهه نظري انا المشكله الرئيسيه تشتت الوصايه على الاستثمار ما بين هيئه الاستثمار وهيئه التنميه الصناعيه واداره المناطق الصناعيه والمحافظه و و و و و لا مركزيه دي طبعا، كل واحد وصي على الاستثمار، وفي النهايه الاستثمار هو الضحيه. صحيح. والمستثمر اللي مش متفاهم هذه الاوضاع وهيتعامل بصبر وطول انا فظيع جدا هيزهق ويمشي. هيزهق ويمشي. صحيح. دي رساله يعني احنا بنوجهها للمسؤولين، انه فعلا تعدد المسؤوليات لا مركزيه، اللي احنا المفروض يعني مصنع في سوهاج يبقى سوهاج هو المسؤول وفي اداره وفي قلم يعني بيوقع مش ايادي مرتعشه. حضرتك هل هناك بتواجه مشاكل في التمويل من ناحيه البنوك وكده لمشروعاتك الجديده ولا الحمد لله؟ والله احنا لحسن الحظ حريصين من يوم بدانا العمل من حاجه وعشرين سنه لمعاملاتنا مع البنوك شفافه وصريحه وفيها التزام جاد، فاحنا بالنسبه لنا الى حد ما ما عندناش في شفافيه مشكله قوي في التمويل. تمام. لكن الـ 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 الشركات او القطاعات الاقل تنظيما او الاصغر حجما عندها مشكله، عندها مشاكل وانا وجهه نظري المشكله في تفهم اليات وظروف نوعيه المشروعات المتوسطه والصغيره. صحيح. اكتر منها انه قرار مسبق بالتمويل او عدمه. طبعا هي محتاجة أفكار خارج الصندوق للمصانع أو الشركات الصغيرة اللي لسه الفكر الاستثماري مش ناضج بشكل كفاية، هي دي اللي محتاجة إجراءات مختلفة، ما ينفعش معاها طرق التمويل والدراسات الاحترافية التقليدية اللي تنفع مع الشركات الأكثر تنظيما. تمام. لو حبيت توجه رسالة في نهاية اللقاء للمسؤولين تقول لهم ايه؟ قول لهم الله يكون في عونكم. الله يكون في عونهم. الشيلة تقيلة. و المسؤولين اللي انا شايفه منهم ناس كتير جدا مجتهدة. لكن في كبار صغار الموظفين بيعطلوا دول هم المشكلة. الله يقويكم عليهم. هم فعلا دي موجودين في كل حتة. فأنا رأيي للمسؤولين ان ليك رؤية، خليك صاحب قرار وما تسمعش كلام الموظف النمرة 3 ونمرة 4 في المؤسسة، لان دول سبب مشاكلنا. صحيح صحيح. احنا طبعا بناخد النصيحة وبنعرض
يعني غدا هنشوف الندوة وكل المشاكل بإيجابياتها وسلبياتها هتطرح على مائدة المسؤولين للحوار. كما التقينا بالأستاذ ميشيل مرعي الجمل عضو الغرفة التجارية بسوهاج. أهلا بسيادتك. أهلا وسهلا يا فندم. سعادتك النهاردة شفنا يمكن الندوة كانت ساخنة جدا وطلباتكم إيه وإنت شفت النهاردة رؤية جديدة ولا لا؟ أنا شايف في تحمس جامد من الجهات المعنية خاصة بالصعيد والاستثمار بصفة خاصة. كان أجمل ما كان في الندوة إن كانت بتتاخد المشاكل بشكل كأنها بشكل شخصي ويمكن في حاجات كانت بتحل واحنا موجودين يعني نشكر ربنا على ده اللي حصل بالفعل. ده اللي حصل حركة المنطقة الصناعية واعتقد بعض المشاكل هيئة الأعمال الاستثمار حلت المشاكل واحنا موجودين بالفعل. ده حصل فعلا. سعادتك مجال شغلك اعتقد الأدوات الكهربائية وكده في الأدوات الكهربائية. كلمنا طيب عن الشركة والدور الرائد لكم في سوهاج أو في مصر. احنا شركة توزيع وتجارة الادوات الكهربائية ومؤخرا دخلنا في تصنيع الادوات الكهربائية وكان التصنيع يهدف السوق المحلي ويهدف التصدير وان شاء الله احنا ماشيين في خطوات جادة لتصدير منتجاتنا باذن الله ان شاء الله. اشهر المنتجات اللي انتوا بتقدموها للسوق المصري ايه؟ بننتج منتجات باسم EM. المنتجات دي جيدة جدا من حيث الجودة والحمد لله احنا ارخص الاسعار. يعني عنصر المنافسة عندكم موجود الحمد لله. الحمد لله. بتعاني من مشكلة الإغراق أو الحاجات اللي بتيجي مفككة وبتقلدكم وكده ولا حضرتك الكلام ده مش منطبقش عندكم؟ هو للأسف السوق كله بيعاني من التجارة الغير رسمية. ناس كتير بتستورد منتجات مصانع بير السلة. ناس كتير بتستورد منتجات في صورة مفككة وبتيجي تجمعها في مصر وبتنافسنا في الأسعار لكن ما بتقدرش تنافسنا في الجودة لأن الجودة بتاعتها طبعا أقل. مختلفة طبعا. طبعا. بتنصح زمايلك هنا في الغرفة التجارية بيعملوا إيه لمواجهة ذلك؟ زي يعني بعض الناس يمكن شغلهم واقف خالص يعني. أعضاء الغرفة التجارية ما هماش جهات حكومية لكن على الجهات الحكومية هي التصدي وتحفيز يعني تحفيز القطاع الغير رسمي للدخول في القطاع الرسمي ولازم يكون هذا التحفيز بحلول حلول مرنة مقبولة يمكن العمل بها على أرض الواقع لكن إذا كانت هذه الحلول صعبة التنفيذ يبقى احنا ما حلناش حاجة. صحيح. والأسواق الغير رسمية والقطاع الغير رسمي بينافس بشدة القطاع الرسمي. صحيح. رسالة بتوجهها للرئيس السيسي في نهاية اللقاء بتقول له ايه؟ اقول له شكرا على كل حاجة انت عملتها لمصر. انت انقذت مصر كان ممكن نكون في زينا زي الدول اللي حوالينا. شكرا لك خالص يا رئيس وربنا يوفقك في كل خطواتك. بنشكر سيادتك الف شكر لحضرتك. شكرا.